أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم القار مع النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. منخفض نسبة الضغط الجوي يهيمن هذا اليوم على أغلب مجالاتنا البحرية. هذا الصباح كانت السماء عامة قليلة السحب بأغلب المجالات البحرية كما تبينه صور القمر الاصطناعي أمامكم. تطور الوضع الجوي لما بعد الظهر بالنسبة لريحة الطقس عامة قليل سحب بأغلب المجالات، ثم تدريجيا مغيم جزئيا بشمال تونس. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس تهب الريح شرقية شمالية شرقية بين 10-20، ثم تتقوى تدريجيا خاصة بجهة الغرب 20-25، تصل مؤقتا 30 عقدة. والبحر عامة قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب بجهة الغرب. بشرق تونس تهب الريح جنوبية شرقية بين 10-20 والبحر قليل الاضطراب. كذلك شأن بخليج جابس تهب الريح شرقية شمالية شرقية بين 10-20 والبحر قليل الاضطراب. بالنسبة للرؤية تمتد من 3 إلى 7 أميال بأغلب المجالات. هذه الليلة طقس عامة قليل السحب بكافة المجالات البحرية، والريح تتواصل من القطاع الشرقي بأغلب المجالات شرقية جنوبية شرقية بشمال تونس بين 15-25 والبحر عامة مضطرب. بشرق تونس تهب الريح جنوبية فجنوبية شرقية بين 10-20 والبحر يتواصل قليل الاضطراب. أما بخليج جابس فتهب الريح جنوبية شرقية بين 15-20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. أما الرؤية فتتقلص تدريجيا من 7 إلى ميلي بأغلب مجالاتنا البحرية. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله طقس يتواصل قليل السحب بأغلب المناطق، وريحة كذلك تتواصل من القطاع الشرقي بين 20-25 تصل مؤقتا 30 بشمال تونس والبحر عامة مضطرب. أما بشرق تونس فتهب ريحة جنوبية فجنوبية شرقية بين 15-25 وتصل خاصة بالسواحل الشرقية 30 عقدة. البحر قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب. أما الرؤية تبقى في نفس المعدلات لتمتد بين ميلين إلى 7 أميال. بمنطقة يشابة وجربة إلى غاية جرجيس تتواصل الريح من القطاع الشرقي تحديدا جنوبية شرقية بين 15-25 عقدة. البحر في البداية قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطرب. أما الرؤية فتمتد من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن لحركتي المدوى الجزر بمن أسفل قسم متر و25 سنتيمتر متوقع على الساعة 11 ليلا و53 دقيقة و68 سنتيمتر على الساعة 6 صباحا و13 دقيقة. بمن جابس متر و67 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و7 دقائق و92 سنتيمتر على الساعة 6 صباحا و22 دقيقة. أما بمن جرجيس ف 74 سنتيمتر متوقع على الساعة 11 ليلا و56 دقيقة و42 سنتيمتر متوقع على الساعة 6 صباحا و11 دقيقة. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، بقيت متابعة طيبة للجميع.